لو محتارة بين اتنين، واحد بالعاطفة حب وواحد بالعقل الصالونات، ازاي اختار؟ اول حاجة انا عايز اقول لكم انه ممكن يجي لي حد اقابله او حد يجي لي في البيت. البنات واخدين موقف، صالونات لا لا ليه؟ بيطلعوا عيال زي الفل، لا ليه؟ وانا اتعرف عليه في وسط المجموعة في وسط الناس واشوفه كده صدفة واشوفه ليه؟ ممكن كده وممكن كده. ارجوكي ما تقفليش الباب من الحكاية دي. حاجة تانية، ممكن واحد أقعد معاه بالعقل، حد يعني جاء تقدم لي وكلمت معاه بالعقل، شوية شوية يبقى فيه عاطفة، فده مقبول وده مقبول. مش حكاية أنا أختار ده بالعاطفة ولا بالعقل، لا، لابد أن أفعل الاثنين. بلاش أقول العاطفة دلوقتي، خليك اسمها قبول، مقبول والعقل مقبول. دي حتة مهمة. أعرف إزاي أني لازم أبطل محاولة عشان العلاقة تنجح، وإزاي أعرف إشارات ربنا إنه عايز يبعدني عن الشخص ده؟ عودي مع أب اعترافك أو مرشد روح يقولك لما في إشارات كتير قوي أبطل محاولة عشان علاقة تنجح. العلاقة دي جواز ولا خطوبة؟ طبعاً إحنا بعتبر إحنا في الشباب يعني يتعرف أو خطوبة. جواز دي مشكلة تانية ليها علاجات، خطوبة لا ما ينفعش. بحاول بحاول بحاول، طبعاً في هناك حاجات تفسد العلاقة اللي هي الخطوبة، دي حاجات فيتة، في حاجات ممكن تتصلح يعني، بس لازم إرشاد، ما ينفعش سؤال كده، لازم أعمل حد إيه اللي بينكم بيحصل إيه؟ في عندنا دروس بنديها مهمة قوي قوي، لابد يعرفها الخطيبين عشان يفهموا العلاقة هي فين الديفو. في حاجات تتصلح، في حاجات ما بتتصلحش، في حاجات تاخد مشكلة كبيرة قوي في تصلحها، فأحسن قطعها من أن إحنا نكمل. يعني أنا مرتبطة بشخص مش قادرة أحبه زي ما بيحبني كتير، بحس إنه مش الشخص المناسب ليا، بس مش عارفة أمشي عشان ما أجرحوش. لا يا حبيبي تقال بيمشي هي ماما، ده جواز، المهم نتجوز ما أجرحه وما تجرحوش، لا بلطف ومحبة. أنا مش أنت الأمر مش راكب معايا، خلاص مش هينفع نكمل، لا. لكن يعني هقول لك بعض الملامح، يعني انت بتشتاقي تكلميه ولا ما بتشتاقيش تكلميه، بتشتاقي تشوفيه ولا ما بتشتاقيش تشوفيه، بتشتاقي تتكلمي معاه، لو الثلاثه دول مش موجودين اعتذري له النهارده، خليه يشرب ليمون وخلاص، هيضايق شويه وانت على فكره هتضايق شويه بس نخلص. يا جماعه لما الجدر يبقى صغير نقدر بسرعه، لكن لما نسيب الامور الجدر وبعدين ان شاء الله هنتعود على بعض في الجواز، مش هنتعود على بعض في الجواز، نخش الجواز بقى ومحبتنا لبعض قليله. يعدي قصاد عينك اي حد بقى قلبك يمله، مصيبه مصيبه. لا ما تحطيش نفسك في المأزق ده.